إذن عن أوضاع النازحين في العراق مع اقتراب شهر رمضان، تنضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المحامية والناشطة الحقوقية وسن الدليمي. أستاذة وسن، مرحبا بكم. يعني 10 سنوات ويزيد على النازحين في مخيمات النزوح في أوضاع أقل ما توصف ويقال بالمأساوية، ولكن هل تجدين خطة حقيقية من قبل الحكومة لرفع المعاناة عن النازحين قبيل شهر رمضان أستاذة وسن؟ السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام. وبركاته. أهلا، تحية طيبة لحضراتكم. أهلا أستاذة وسن. حقيقة 10 سنوات بالتأكيد كان يوجد حلول حقيقية وخطط من الحكومة لإعادة النازحين وتصريفهم أمنيا، وبالتالي إعادتهم لمدنهم وتعويضهم بالمال لإعادة إعمار منازلهم ومناطقهم المحررة، لكن لا الحكومة ولا الوزارة بذلت جهد في سبيل إعادتهم، لأنه كما هو معروف ملف النازحين هو من الملفات اللي ذكرناها سابقا أنها ملفات دسمة تصنف بالملفات السياسية التجارية اللي تستخدم سارة بالدعاية الانتخابية وسارة أخرى للضغط للحصول على مكاسب سياسية. نعم أستاذ وسن، وزارة الهجرة والمهجرين تقول على لسان وزيرتها إيفان فائق بأنها ستزيد المساعدات العينية للمهجرين خلال شهر رمضان، ولكن إلى أي مدى يمكن تنفيذ هذا القول، خاصة أن هناك يعني تصريحات سابقة لوزيرة الهجرة بعدم وجود مخصصات بالأساس لاستمرار مخيمات النزوح؟ بالنسبة لوزارة الهجرة والمهجرين ليست منا، نعم. منها على المهجرين بتقديم المساعدات، كون المهجرين هم مواطنين عراقيين بالأساس لديهم حقوق ويستحقون العون للوضع المأساوي الذي هم فيه. يعني ما أريد أدخل بتفاصيل الأسباب والمآلات اللي وصلوا بها النازحين إلى هذه الحالة، لكن وهذا الأمر معروف طبعا للقاصي والداني، يعني ما أريد ندخل بهذه التفاصيل، لكن الحقيقة كل المبالغ اللي صرفت خلال 10 سنوات اللي مضت لو كانت استثمرت حقيقي لبناء مجمعات سكنية تضمن كرامة هؤلاء النازحين لكانت حلت الأزمة. نعم. وإحنا شفنا في دول مثل تركيا، نعم، خلال الكوارث اللي بالضبط. الزلازل اللي صارت فيها استطاعت خلال أيام بناء مجمعات سكنية، استطاعت إيواء 5000 عائلة وخلال أيام. لو أرادت الحكومة حل الأزمة لاستطاعت حلها منذ العام الأول، والآن 10 سنوات ولا زال النازحين والمهجرين بنفس الوضع المأساوي، بل من سيء إلى أسوأ. أستاذة وسن، من ناحية أخرى يعني من وجهة نظر الحكومة، حيث تتوجه الحكومة ربما لقرار غلق مخيمات النازحين وإعادتهم قسرا بأي ثمن، ما السبب برأيكم في هذه الخطوة؟ يعني حقيقة نحن بإمكاننا أن نتماشى خلينا نقول مع مشروع الحكومة بإعادة النازحين قسرا إلى مناطقهم، لكن هل لدى الحكومة خطة معينة لإعادة هؤلاء النازحين، خاصة أن أغلبهم من النساء والأطفال؟ نعم. هل أمنت الحكومة مناطقهم للإعادة؟ بنى تحتية، تأمين سكن، تأمين صحي، هاي الأمور أمنتها الحكومة حتى تستطيع إعادتهم؟ طيب احتمال أنه يكون عندهم يعني نزاعات عشائرية، حتكون هناك ملفات كثيرة راح تنفتح. من ضمن هذه الملفات أستاذة وسن، من ضمن هذه الملفات يعني بماذا تفسرين هذا الإهمال المتعمد من الحكومة خاصة تجاه سكان المخيمات؟ يعني ما هو تفسيركم لذلك؟ هو التفسير واضح طبعا، نحن دائما ومثل ما ذكرت قبل قليل أنه هذا الملف من الملفات التي لا يراد حلها، كونها من الملفات الدسمة التي تستثمر سياسيا في كل محطة سياسية. لو أرادوا حل هذه الأزمة لكانت هذه الوزارة تكون من حصة المكون السني
وهذا الموضوع المتباكى عليه ملف النازحين بكل الجولات الانتخابية والصفقات السياسية. تكون هذه الوزارة من نصيب المكون السني وهم يحلون أزمتهم وينتهي الموضوع، لكن هذا الملف لا يراد حل. من أربيل المحامية والناشطة الحقوقية وسن الدليمي، شكرا جزيلا لكم.